الأزرق عنوانك لإطلالة رمضانية أنيقة. اختاري الفستان الأزرق الماكس الطويل والبسي معه الصندل المسطح والحقيبة الميتاليكية، وما تنسي تزيني هيدي الإطلالة بعقد من السلاسل الحديدية وخاتم بالمسامير يعني مودة الستادز، واحصلي بهالطريقة على إطلالة حيوية. اختاري فستان الأزرق الرسمي والبسي معه الحذاء والحقيبة أو الكلاتش بمودة الترتر يعني السيكون، وزيني هيدي الإطلالة بأقراط طويلة، وما تنسى تحطي رباط شعر مميز من الترتر على شعرك، وهيك حصلي على إطلالة رسمية لسهراتك الرمضانية. اختاري الفستان الأزرق الماكسي وما تنسى تختاري لإله الحزام باللون الأسود، حطيه على الخصر والبسي مع هذا الفستان الصندل المسطح والحقيبة باللون الأسود الكبيرة، وزيني هيدي الإطلالة بشال باللون الأزرق المطبع بالأسود، وهيك حصلي على إطلالة عملية بتناسب فترة العمل. اختاري الفستان الأزرق الرسمي وخليه يكون مزين بالأحجار على قبة العنق، والبسي معه الحذاء باللون الذهبي والكلاتش باللون الذهبي كمان، وما تنسي تحط الأقراط الطويلة واعتمدي الخواتم الناعمة باللون الذهبي، وهيك حصلي على إطلالة رسمية وأنيقة.